سلسلة الطاسيل ناجر وسط صحراء ولاية جانت جنوب شرقي الجزائر، والتي يقول أهل العلم إن تاريخها يعود للعصر الحجري الحديث، ترى ما لا تراه في أي بقعة من العالم من فخامة وغرابة. رسومات وأشكال ونقوش ومقابر يبدو بعضها بديهي الفهم، وآخر يقود خيالك إلى متاهات عوالم الأرض والسماء وما بينهما. بينما الألسنة الشعبية والعلمية للجيران والجدران تتفوه بقصص عن أسرار فضاء وجن وكذا حياة أخرى وأولى وأخيرة للبشرية، مهما امتلكت من قوة تحد ورغبة في الاستكشاف، ومهما زرت من مدن العالم، وأن تصل إليها بمفردك فهذا هو الضرب من الخيال. رمة لن تقبل لك بالوصول إليها إلا معززاً مكرماً محمياً بمرشد سياحي عبر مسالك وعرة. بين الحقائق الموثقة وسيناريوهات الخيال العلمي والشعبي تترامى المدينة المفقودة الطاعنة في التاريخ منذ آلاف السنين على هذه الرقعة الجغرافية التي توهمك بأنها يتيمة، لكنها تستأنس متصفحة روايات وأساطير وخرافات وهي تحتضن رسومات ونقوش. هنا الفضائيون وهنا الجن، هنا حط العالم الآخر والتقى مع الأخير، أو هكذا يقولون. يا لها من فسيفساء وموسوعة تاريخية ومتحف طبيعي لا مثيل لها. هنا عجز القول عن تركيب حروف حقيقتها الكاملة أو حقائقها المخفية والمخيفة.